عم أبو جورج، شو كان عدد سكان معلولة قبل الحرب؟ 8000 نسمة، 9000 نسمة. طيب وهلأ شقد في؟ 300. أنا شو 300؟ بيجينا اتصال من الشام انه صاروا بالاوتيل، نحن ما صدقنا بالاول. فاتوا لهون وكبروا، انا تلفن لاولادي، اولادي كلهم كلهم هون، لا حدا يرمي طلقه. يعني انا خفت على اولادي اكثر ما خف على حالي، بس بقدره القديسين الموجودين عندنا معلوله هني حمونا. تتصل في اختي بتقلي جبهه النصر عنا بقلب البيت. خبيت بمغاره، بقيت تقريبا حوالي 3 ايام، طبعا خرجت تغطيه، لا بعرف اهلي لا بعرف اخواتي شو صاير معهم. خلال 3 أيام كانت معلولة فاضية من الأهالية. رجعنا لهون على عيد الفصح. قبل عيد الفصح بشي 20 يوم. أول شيء أنا والله حول، والله على رجعنا ضلينا سنة ما فتحنا المحل، بعدين فتحنا المحل. الحمد لله ما عندي مشاكل، نشكر الله، كل العالم بتحبني وأنا محبوب من النسوان أكثر من أكثر من الشباب. حط سكر. المهم هلا رحنا جبنا دهانة وجبنا من أخذنا الرفوف كانت محروقة. أخذناها على البيت صورناها ويعني هذا دهان تبع سيارات رشيناها بالبيت وهو دهننا دهان وبعدين ركبناها. سمعت من الشباب عم يحكوا بالشام إنه والله عاملين عيد الصليب بمعلولة، أول سنة بعد التحرر لمعلولة إنه في عيد. طلعت هلا بيتنا ما بينسكن، يعني ما في مجال تسكني فيه لانه احنا بيتنا قديم، يعني سقف خشب، حيطان سميكه، بس الخشب نازل، اوضتي فوق، عندي اوضه فوق لحالي، اوضتنا فوق بيت حماي نازله، ما في مجال، حنفيات قابعيننا اياهم، مي ما في، كهرباء ما في، شيء ما في، بنت حماي عندها اوضه صغيره قعدت فيها، يعني انا ولادي، بس شو كنا ناكل؟ زيت وملح، ناكل مثلا خبز اني ناشف، انه ما في شيء، بدي اقضي على فاضي. طبعا في عيال ما قدرت او ما هين عليها تترك بيتها. هلا من جملتهم بيي، انا لو ما بيي وابونا توفيق وكرامه ابونا توفيق وامي قالت له ما بطلع الا اذا نزلت، ما كان بده يترك البلد. يعني ابن الضيعه ومعلق فيها يتركها هيك بسهوله. ابن أخي شهيد صار له سنة متوفي. ابن الكبير كان هون فاتح المحل، اجيته قذيفة على باب بيته. نزل على الشام استأجر بباب توما تاني طابق، كمان اجت قذيفة قدام بيته. شمأز من الحياة. قلنا قرايب بالسويد، قلنا لهم خذوه، هو طلب أخذوه على السويد. ابن الثاني كان عم يتعلم دكتور، بده ينطلب عسكري، عندي 2 عساكر، أم هو عمل شو بيسموه هذا؟ تأجيل وسافر على لبنان. عم تدرب هون؟ نعم. عم تدربوا؟ ايه هدول كشاف، كشافة معلومة. انا بالنسبه لي ايه ابي بس احلي فرصه لو بحبها كثير ايه، بس انه يعني عم نموت يعني هون شغل ما في ابدا، يعني درست خلاص ايه، بدي ضل الناس اللي انا طالع على الشام وما في سياره، يعني اجباري بدي اخذ تكلفه بالشام لحتى اقدر اشتغل. حتى طب شو عم تدرسي؟ لان خلصت درس معهد سياحه، عم بشتغل معمل خياطه، كمان معمل الخياطه رح يسكر، يعني ما في شيء بيضل، يعني ما في شيء بيشتغل.
هون كان يجينا بنهار شي 20 كرمة أجنبي. الدلايل شي بيجوا لعندي شي لعندي ابن خالي هون جاري وشي لعندي الثاني. بينزلوا لا بنسألونا شو اسمكم ولا شو دينكم. مرحبا أبو جورج أهلين بنسلم عليهم وبنضايفهم. هلا ما في هيك شي. ما في هلا بيجي يا اثنين يا ثلاثة يجي. بيجي معهم أوقات دلايل. ايه بيعرفوني انا بكون نسيانهم. اول ما اجيت على الضيعه ما رحت على بيت، طلعت لهون دغري. الكنيسه كانت مدمره، مذبح مكسر، ايقونات رايحه، ما بعرف. اتضايقت كثير انه من صغري انا ربيت هون، يعني غبت عن الوعي. جا اخي شالني. اللي بيعيش مع لولا ناس أهلها لغتا ليه حتى تندثر؟ ليه حتى تروح؟ ليه؟ ثقني ثغلتا وغرمو وذقني ثقنا شيبة مسقل نمترك القرمو مريش الشنة بعصليبة. يعني إذا صرت جلدة وعظمة و ودقني صارت شايبة بنوب ومحني، بدي ضل اطلع على راس الصخرة ودرك الأرامي بعيد الصليب. كان في صليب مزيك، لميته شقفة شقفة من الأرض وصرت ركبه بمحل القطع. الطوفان واخذ الراحه اللي راح، ما بنرجع نعمر، ما بنعلم اولادنا انه هيدي بلدكم لازم ترجعوا تعمروها. فاذابوك جراحا ترجع على ضيعتها، تشتغل بضيعتها، ما تطلع لبرا. قلهم بدي ارجع لو بده يضل من عمري نهار بدي ارجع. انت المفتدي. سلخو اللالو خول خول عيارة حملة بحار قول أليلويا لعملك.